يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقرضت أخي مبلغا من المال قدره 5000 ريال، وبعد مدة حلفت أن هذا المبلغ هدية له، فقال أخي إنه مطلق أن أي مبلغ يأخذه مني فهو سلف وأن عليه إرجاعه، وأنا قد نسيت أنه قد حلف بالطلاق قبل ذلك، فماذا يترتب عليه؟ تأخذه ولا يقع في الطلاق، تأخذه وإذا كنت لا تريد تتصدق به. نعم، انت تلافيا للطلاق. الله تعالى أعلم.